السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من الامارات دبي. حياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن الميك اب اللي اشتريته من لندن في سفرتي الاخيره، او المنتجات اللي اشتريتها في هالسفره، بعضها من منتجات الاعياد وبعضها لا، المنتجات اللي موجوده دائما، ومتنوعه المنتجات ما بين الدراج ستور والهاي اند. تعالوا ياي اراويكم اياها. اول شيء ارواج بير مينرالز، هذا الست كامل فيه 10 ارواج، حجمها ميني شي شكلهم. هذا نزلوه بمناسبه الاعياد حاليا، 10 منتجات ميني وسعرهم 39 باوند. شفت ان سعرهم مناسب، واللي قريت عنه ان في بعض الارواج بس موجوده في هالست، فحابه اني اجربهم. حجمهم زين والالوان متنوعه مثل ما تشوفونها هني، ما بين النود الى الدرجات الغامجه. ثاني شيء روج من شارلوت تيلبوي اسمه بيركن براون، ارواج شارلوت تيلبوي اللي هي المات، هو طبعا مات او مطفي بس ما نجفف الشفايف، وهذا اللون مناسب للشتاء، غامج وايد حلو. بشكل عام انا وايد احب ارواج شارلوت تيلبوي، عندي منها مجموعه، وكل ما ينزل روج جديد واسير لندن احب اخذ من مجموعاتهم الجديده. منتجات شارلوت تيلبوي موجوده في بريطانيا وفي امريكا، واتمنى يجيبونها عندنا في دبي. وعلى طاري شارلوت تيلبوي اخذت الماجيك فاونديشن، هالفاونديشن الجديد اللي نازل عندهم، درجتي فيه ميديوم 7، اللون بالضبط لوني انا، هالشي وايد حبيته فيه. تغطيته قلت لكم من ميديوم الى فول كفرج، ثباته وايد حلو، بس انا اثبته بودره خفيفه. يوم سألت الحرمة قالت انه يناسب اغلب انواع البشرات، انا جربته بشرتي كانت وايد جافة، واستخدمه الحين بشرتي عادية فاشوفه حلو. فالبشرة الدهنية ما ادري كيف يكون وياها، بس اذا ما بين البشرة الجافة الى العادية ممتاز. هذا من الدراج ستور ماركة ريفوليوشن ميك اب، خذت هايلايت فيفيد بيكت هايلايتر والدرجة جولدن لايتس، رهيبة رهيبة هاي الإضاءة، أحتاج شوية بس منها، وإضاءة قوية ثابتة مع أنها رخيصة، يمكن مال 5 أو 6 باوند، بس وايد وايد حلوة، موجودة في دراج ستور في لندن. وبعد من ماركة ريفوليوشن خدت مثبت الميك اب اللي هو بروفيكس اويل كنترول فيكسينج سبراي، بس بعدني ما جربته، اشتريته بعدني ما جربته، ان شاء الله اجربه واخبركم عنه على الانستغرام. من ماركة كيكو خدت هاي الباليت ليميتد اديشن جديدة، فيها برونزر وهايلايت وبلاشر، وايد الدرجات حلوة، عملية احسبها. وبشكل عام ميك اب كيكو يعجبني، ويعتبر من الدراج ستور لان اسعاره معقولة. ماركة كيكو موجودة في اوروبا كلها، وان شاء الله بعد هذه يجيبونها عندنا. ماركة شانتا كاي اول مرة اجرب منها شيء، خدت هاي اللي هو يعتبر تندت موسترايزر او بي بي كريم، يعني فاونديشن خفيف رهيب، هذا وايد حبيته، درجتي فيها 10، استخدمته وايد في لندن، وايد جفت بشرتي من البرد، فكنت استخدمه هذا شانتا كاي، صح غالي حول 50 باوند تقريبا، بس وايد وايد حلو وايد عملي، وعندهم منه درجات وايدة. ماركة شانتا كاي انا حصلته في محل سبيس ان كي. ماركة جديدة أول مرة أخذ منها، حصلتها في محل سيلفرجز اللي هي بول اند جوي أعتقد شي اسمها، أخذت فاونديشن وأخذت البرايمر ماله ويا بعض، وايد حلوين ويا بعض. الفاونديشن من ميديوم إلى فول كفرج حسب عدد الطبقات اللي تحطينها، مرات كنت أخلط البرايمر مع الفاونديشن أحس أخففها شوية، ثابت طول النهار، بس احس يناسب اكثر البشرات الجافه الى العاديه، اذا بشرتك دهنيه ممكن شوي يدهن وياك، انا كنت اثبت بودره خفيفه. من ماركه سوب اند جلوري خذت سوبر كات ايلاينر، وايد احب هالايلاينر من سوب اند جلوري، شي فرشاته شوي غليظه حلوه حق رسمه الايلاينر، عمليه وايد يعجبني، يعني ماخذه منه من قبل يمكن 3 أو 4 مرات، ما اعرف اذا متوفر في بوتس عندنا ولا لا، لان ماركة سوب اند جلوري موجودة عندنا في بوتس، بس احيد انه يعني منتجات العناية بالجسم، ما ادري اذا الميك اب مالهم يابو ولا لا، بس اللي تحصله لا تفوته.
من سماش بوكس خدت فوتو فينيش برايمر ووتر، هذا وايد سووا عليه ضجة ان تومين تستخدمينه as a primer قبل الفاونديشن ويثبت الميك اب بشكل عام. فاستانست يوم حصلته، ما اعرف اذا هو موجود عندنا ولا لا، حصلته في بوتس لندن من ماركة ميك اب اكاديمي. خدت هذه الباليت، وايد حلوة باليتات ماركة ميك اب اكاديمي، جودتها ممتازة. وهالباليت اللي عيبني فيها ان اغلب الدرجات اللي فيها شمر، وتشوفون الالوان وايد عملية، الواني انا هاي الالوان اللي احب استخدمها بشكل عام، ثباتها وايد زين. بس انا استخدم تحتها برايمر، يعني قبل ما استخدم احط البرايمر على اليفن وعقب احط هذه الاي شادوات. ماركة ميك اب اكاديمي موجودة في محلات سوبر دراغ ستور، وموجودة بعد في بوتس. خذت هالفاونديشن من ماركة كفر افكس. ميزة هالفاونديشن انت ما تستخدمينه بروحه، لا تخلطينه ويا موسترايزر ويا اي فاونديشن ثاني يعزز من لون الفاونديشن. الدرجة اللي اخذتها N50 مستخدمتن اليوم، خالطتن ما ذكر اي فاونديشن، بس وايد حلو هذا. ما يزيد تغطية الفاونديشن او البي بي كريم او التنتد موسترايزر، لا يعدل اللون، يخلي اللون احلى. ما ادري انا حسيت شي يخلي اللون طبيعي اكثر. استخدمته مع كذا ماركة ثانية، وايد وايد حلو. وتحتاجين من قطرتين بالكثير ثلاث، ما تحتاجين وايد لان اللون وايد قوي. فعشان شي حجمه صغير بس احس انه بيتم عندي فترة طويلة. ماركة كفر افكس موجودة في هارفي نيكلز، في سبيس ان كي في لندن، وما اعرف اذا موجودة في محلات ثانية ولا لا. وهذه كانت يا حلوات المنتجات اللي اشتريتها في سفرتي الاخيرة لندن، اللي هي مشترات الميك اب. اخذت اشياء عناية بالجسم للبشرة، بتكلم عنها اكثر بالتفصيل في الانستغرام عشان ما يكون هذا الفيديو وايد طويل، اعتقد لين هني وكفاية. حبيت اشارككم هاي المنتجات عشان اعطيكم فكرة شو اللي موجود حاليا، لانه وايد وايد من حلوات يسألوني على سناب شات وعلى الانستغرام شو تنصحينا ناخذ من لندن، او شو الاشياء الجديدة اللي موجودة في لندن. اتمنى انكم استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون اللايك والكومنت اذا عندكم اي استفسار، وبعد السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.